السلام عليكم. نعود اليوم إلى ملعب تيزي وزو لنلقي الأضواء على الأشغال اللي راهي قائمة في الملحقات نتاع الملعب. فيما يخص الملعب فهو يعني الأشغال انتهت 100%، وسمعنا أخبار أنه فيه سوف يبدأ بناء فندق بالقرب من الملعب هذا. إذن هذا هو الجديد، وأترككم مع الفيديو هذا بدون ما نطول عليكم، والسلام عليكم.